السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معاكم بحر المنسي من قناة تروي سماء المحبة. قراءتنا اليوم يا مواليد برج الأسد قراءة توقعات شهر ديسمبر، ولكن قراءة للعزاب والمنفصلين فقط. بنبشركم فيها بأحداث مهمة جدا بتحصل معاكم في الشهر ده، وبأحداث قد تكون مصيرية لبعض منكم. شايف ترسيم عند البعض، شايف زواج، شايف حاجات كتير قوي بتبدأ معاكم من شهر 12، لأن بيكون عندكم لقاء بالعلاقة السابقة، ومش العلاقة التوكسيك ولا السامة زي بقية العلاقات اللي كنتوا بتخشوها الفترة السابقة. بدون ما نطول في المقدمة هنبدأ الفيديو بشكل مباشر. اضغطوا لايك واعملوا شير، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل التوقعات بتاعتنا اليومية والاسبوعية والشهرية. كمان هتلاقوا كل لينكات التواصل وارقام التواصل في صندوق الوصف لو حبيتوا تتواصلوا معايا. يلا نبدأ بسم الله. ملك العصا، ملك العملات، العاشقان، تسع كؤوس، سفين، وست سيوف. برج الأسد، أول حاجة الكروت هنا بتتكلم عن بعد الماضي، بعد النوايا، الأشياء اللي حدثت معاك الفترة الماضية. وهنا بيظهر يا مولود برج الأسد وصولك لهدف أنت كنت بتسعى ليه، وتحقيقك لإنجازات الفترة الماضية، أو تحقيقك لي ما يقارب 90% من أهدافك أو من خطواتك اللي كنت بتسعى ليها الفترة الماضية، وتحديدا في العمل. ليه تحديدا في العمل؟ لأن ظاهر هنا كارت ملك العملات، وظاهر مرايته السفين، وظاهر مرايته العاشقان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الكروت هنا بتتحدث عن شخص غني او شخص ذو سلطة مالية، تمام؟ والشخص ده بيكن ليكم الكثير من مشاعر الحب والقبول. ممكن يكون الشخص ده عندكم في العمل بشكل كبير، يعني في حياتكم المهنية بشكل كبير، ولكن الحب حب عاطفي او حب ارتباط. طبعا القراءة ديت للرجال والنساء، فالكروت هنا بتتكلم عن شخص في حياة الرجال، وبرضو امرأة في حياة الرجال، ورجل في حياة النساء، وشخص مستوى المادي كويس، مرتاح ماديا، بيكن ليكم الكثير من مشاعر الحب، في حين ان كنتوا عندكم يعني كارت السفين، يعني كأنكم ما تعرفوش ان الشخص ده بيكن ليكم المشاعر دي او جواه ناحيتكم المشاعر دي. وشايف هنا كمان ست سيوف، ان قد يكون عندكم في شهر ديسمبر او الايام القادمة ديت مشوار مهم او خطوة سفر، بحيث ان كنتوا هتلتقوا مع الشخص ده. كروت في البعد التاني بتظهر ست كؤوس، بتظهر آس العملات، بتظهر فارس السيوف، فتى العملات، الناسك، الامبراطور. هنا بقى بنتكلم عن الاحداث اللي هتحصل معاك مثلا في اول اسبوع او اسبوعين من شهر ديسمبر. الكروت هنا بتظهر فرصة مالية واستجابة دعوة على الصعيد المالي. طب جبت منين استجابة دعوة يا بحر؟ اقول لكم جبت استجابة دعوة من كارت الناسك. كارت الناسك ده
بيدل على خطى انتوا خدتوها او حاجة انتوا سعيتوا ليها او دعيتوا ربنا بيها، ليها علاقة بأمنية مالية او مبلغ من المال كبير قادم ليكوا، شايف ان كنتوا بتتلقوا مساعدة او بتتلقوا دعم من الاشخاص اللي حواليكوا، وشايف فرصة مالية كبيرة قدامكم وهتحققوا أهدافكم بشكل سريع، وكمان ظاهر هنا تطور في أموركم المهنية أو تطور في الماديات عندكم، أو كمان لقاءكم بشخص ذو سلطة قادر على إحداث المزيد من التطورات بشكل سريع في حياتكم. يعني إيه؟ يعني بنقول إن في استجابة أمنية مالية. أمنية مالية دي جاية من بوابة ملك العصا عندكم يا مواليد برج الأسد، يعني شايف إن في شخص في حياتكم، قد يكون رجل قد يكون امرأة على حسب اللي بيسمعني، رجل ولا امرأة، الشخص ده هو اللي بيقدم ليكم هدية أو بيقدم ليكم فرصة مالية أنتوا كنتوا بتسعوا ليها، وبيستجيب لهدف أنتوا كنتوا بتسعوا ليه بدافع الحب أو بدافع العلاقة العاطفية. الكروت في البعد الثالث ظهر الشفاء، فتى العملة، فتى الكؤوس، تلات كؤوس، ملكة السيوف، عجلة الحظ، وكأسين. البعد التالت بيظهر بقى الشهر كله هو، والبعد الرابع بيظهر أحداث الشهر بشكل عام. وجود كارت الشفاء وكارت ملكة السيوف، كروت دي واضحة جدا، كروت دي بتلفت الانتباه إلى إن في شخصية من الصعيد العاطفي عندكم، قد تكون أم، قد تكون أب، ممكن برضو ولد يكون أب بس هي في الغالب أقرب لامرأة، يعني أم أخت أب حاجة زي كده، وشايف إن في كأس بيصب في كأس، وعندكم وصول لهدف، يعني عندكم تحقيق هدف وإنجاز وحاجة هتحتفلوا بيها يا مواليد برج الأسد. بتساهم الحاجة دي في تغيير في عجلة الحظ عندكم خلال أحداث شهر ديسمبر. وكارت الكأسين هنا يعني كأننا بنقول في توقيع لورق هام أو في بداية ترسيم في العلاقات في بعض الأمور، يعني بعض الحالات منكم عندهم بالفعل خطوات ترسيم، وعندهم بالفعل خطوات زواج، وعندهم بالفعل تدخل من حد من العائلة عشان يعرفهم حاجة زي كده، في حين ان البعض الاخر عندكم توقيع ورق هام، الورق ده في عودة حقوق ليكو، وفي انتهاء لمشاكل، في تغيير في عجلة الحظ، وفي احتفال باشياء انتوا كنتوا بتسعوا لتحقيقها طوال الفترة اللي فاتت. يعني شهر 12 هو شهر حصاد، يعني كل اللي انتوا تعبتوا من اجله طوال العام. ظهر هنا فارس العصيان، النجمة، سبع سيوف، ثمان عصيان، البرج، سيفين، عملتين. تمام. في بعد المراية كروب بتظهر حاجة عاطفية عندكم. أول حاجة ظاهر هنا فارس العصيان، وظاهر تمن عصيان، يعني في تحركات سريعة لحاجة انتوا بتسعوا ليها. طب ايه هي الحاجة دي؟ ظاهر كارت النجمة، يعني الدخول في علاقة عاطفية مع شخص انتم
كنتم قريبين منه او بتحبوه او معجبين بيه او قريب منكم جدا، وتجنب نهاية كارثية او تجنب نهاية العلاقة دي او خروجه من حياتكم. وكارت السبع سيوف هنا جاي معاه كارت العملتين، كأننا بنقول ان الشخص ده بيتعامل معاكم باسلوب فيه خداع، اسلوب فيه استغلال، اسلوب فيه عدم وضوح، في حين كنتوا بتسعوا للحفاظ على العلاقة وبتسعوا للمحافظة على قدرتكم على التكيف على هذه العلاقة طوال هذا الشهر. البعد الخامس ظاهر فيه 8 كؤوس، ظاهر فيه المراية، ظاهر فيه 3 سيوف، ظاهر فيه آس الكؤوس، ظاهر فيه 5 عصيان، وظاهر فيه كارت الموت. مواليد برج الأسد فيما يخص بعد المصير في العلاقة العاطفية عندكم، كارت الثمان كؤوس هنا نازل معاه كارت آس الكؤوس. الكروت هنا بتقول للناس اللي مش متجوزين، يعني البرج الأسد اللي مش متجوزين عندهم رحيل من علاقة ودخول في علاقة تانية، يعني في علاقة هتنهوها وهتبدأوا في علاقة تانية. مصير كارت النجم كارت المراية على الخمس كؤوس، يعني العلاقة العاطفية اللي انتوا فيها في الوقت الحالي مليئة بالشد والجذب والخلافات والمشاكل والاسلوب الغير واضح او الغير صريح اللي بيتعامل بيه الشريك قد يكون محزن او وصل لاسلوب محزن بالنسبة لكم، وكتير منكم عندهم نهاية علاقة وبداية علاقة جديدة، يعني في علاقة عاطفية انتم فيها مش مرتاحين هتنتهي وهتبتدوا علاقة جديدة او نهاية مرحلة معينة في حياتكم وبداية مرحلة جديدة، وده لان كنتم عندكم شعور بالحزن نتيجة استغلال الشريك ليكم او عدم وضوحه. البعد السادس بعد الجن بيظهر فيه 6 عصيان، بيظهر فيه 4 عصيان، بيظهر فيه الشيطان، بيظهر فيه الرجل المعلق، بيظهر فيه 8 سيوف، بيظهر فيه فارس الكؤوس. البعد السادس بيظهر حاجة يعني ليها علاقة بالشريك حياتكم او بالشخص اللي انتم حاليا معاه واللي هتنفصلوا عنه في شهر ديسمبر. في بعد الجن بيظهر ان الشخص ده عليه قيود كتير جدا او ان هو وضع عليه قيود كتير جدا، وفي الغالب بيكون الشخص ده هو اللي مقيد، يعني الشخص ده مقيد بشكل كبير. وظاهر هنا كارت الرجل المعلق، وظاهر مرايته كارت الست عصيان، يعني كأننا بنقول ان الشخص ده عاجز عن الدخول معاكم في علاقة او عاجز عن تحريك اوضاعه، في حاجة معلقاه، في حاجة مكتفة، ظاهر ان هو كان ليه اكثر من عدو وكان ليه اعداء كثيرة، وظهر ان هو في وضع معلق. وظهر هنا كارت الشيطان اللي بيدل على سحر بيؤثر في هذا الشخص بشدة، او يعني ظهر كارت الشيطان بيدل على سحر او اذى روحاني او اذى من الشيطان بيؤثر في هذا الشخص بشدة، وظهر فارس الكؤوس اللي بيظهر ان الاذى ده جاي عند الشخص ده من صعيد حياته العاطفية او من حياته
العاطفية. البعد السابع بعد السماء ظهر فيه الكاهنة العظمى، خمس كؤوس، ملك الكؤوس، ثلاث عصيان، الشمس، وملكة العملات. فيما يخص بعد السماء بيظهر هنا استعادتكم لمكانة يا مواليد برج الأسد، وبيظهر رد اعتبار ليكم قوي جدا ومتحسن في حياتكم كلها. بيظهر انتهاء فترة صعبة من حياتكم وبداية مرحلة جديدة أو بداية فترة جديدة في حياتكم أكثر إشراقا وأكثر تعويضا ليكم عن فترة من الحزن أنتم قضيتوها، ممكن كمان بسبب الانفصال على الصعيد العاطفي القائم عندكم أو مشكلة الانفصال القائمة عندكم على الصعيد العاطفي. وظاهر كمان عوض ليكم يا مواليد برج الأسد، العوض ده بيتمثل في رجل رومانسي لامرأة برج الأسد أو امرأة عطوفة وغنية لرجل برج الأسد. شايف إن مواليد برج الأسد هيعوضوا عن تعب عاطفي مروا بيه فترة طويلة في حياتهم طوال الفترة الماضية. كده خلصنا التاروت، هنشوف بقى الأوريكل. لحظة واحدة، نبدأ الأوريكل. بسم الله. ذكرى، انظر فوق، نقاء، كارما، شغف، وحدة كونية. فأول الأبعاد في الأوريكال يا مواليد برج الأسد بيظهر كارت الذكرى والكارما هنا، إن كل ما يحدث لكم الآن يا مواليد برج الأسد ما هو إلا ذكريات سعيدة لطريقة تحقيق الكارما الإيجابية في حياتكم. في تطلعات ليكم كتير في علاقة جديدة انتوا عايزين تبدأوها، يعني في تطلعات ليكم كتير في علاقة جديدة انتم عايزين تبدأوها وعندكم شغف في هذه العلاقة. كارت النقاء بيدل على دخولكم في علاقة وحدة كونية، يعني دخولكم في علاقة بتمثل توأم روح أو توأم شعلة، وفي الغالب بتكون توأم روح، وهتستمر هذه العلاقة في حياتكم لفترة طويلة مع شخص هيكون نقي ومش هيكون خبيث وبيحمل ليكم نوايا مش صالحة. البعد الثاني بيظهر فيه كارت طبيعة، نعيم، عائلة، الفراغ، جوهر، سحر توافق. فيما يخص البعد الثاني بيظهر ان طبيعة معظم المشاكل اللي انتوا بتمروا بيها ناتجة عن الوقت الكتير الفاضي في حياتكم يا مواليد برج الاسد، او مش شرط نقول وقت، ممكن نقول ان مفيش اهتمامات في حياتكم انتوا بتشعروا بالسعادة فيها. كارت النعيم وكارت الجوهر ان كنتم الفترة القادمة دي مقبلين على فترة فيها تحقيق احلام كتير ليكوا واهداف انتوا سعيتوا ليها بشدة، وبتمثل كيانكوا اللي هي النقاط الفاصلة اكون او لا اكون. عندكم تحقيق نقط بتمثل كيانكوا الفترة اللي جاية واحلام فاصلة في حياتكوا،
وكمان ليها علاقة ممكن بتكوين عائلة، يعني انتوا قريبين من الزواج، قريبين من الدخول في علاقة، قريبين من التفاف بعلاقات جيدة او علاقات فيها توافق معاكو او بتشبهكو او نفس الاهتمامات. البعد الثالث ذكرتين هوية جنسية، إغراء، عادة، رؤية، الحقيقة، رسالة حب. الكروت في بعد النتيجة بتظهر هنا شخص بيشبهكم، زي ما قلنا كارت رؤية بيوضح الكارت، يعني شخص عنده نفس شخصيتكم، نفس طباعكم، شخص توأم روح ليكم، توأم شعلة ليكم، شخص انتوا بتشعروا بتشابه كبير جدا معاه. شايف ان الشخص ده ممكن يكون عنده شغف تجاهكم عالي، كارت اغراء ونازل معاه كارت الحقيقة، يعني الشخص ده زي اللي عنده شغف تجاهكم، زي اللي عايز يقرب منكم، زي اللي معجب بيكم جدا، ولكن ممكن يكون بينتقد فيكم حاجة ليها علاقة بطريقة كلامكم او باسلوبكم، إلا إن الشخص ده في الغالب هيكون في تعبير من المشاعر ليكم، يعني هيعبر لكم عن مشاعره، ودي حاجة انتوا كنتوا بتستنوها، يعني ظاهر إن الشخص ده بالنسبة لكم بيمثل الحب الحقيقي أو الحب اللي هيستمر الفترة. البعد الرابع بيظهر فيه حرية، المفتاح، شعوذة، هدوء، أنا أستطيع، تغيير. بعد المراية بيظهر فيه شعوركم ببعض الحرية في الفترة القادمة في شهر 12، ممكن من العلاقة السابقة اللي كنتم معلقين بيها لفترة طويلة. شايف ان كنتم بتستعيدوا هدوءكم وبتستعيدوا سلامكم النفسي وبتتمكنوا من حل مشكلة ليها علاقة بوضعكم المالي او استقراركم المالي او رزقكم، وشايف ان بيحصل تغيير كبير جدا في طريقة تقبلكم للامور او علاجكم للامور اللي في حياتكم، تكونوا اقوى. البعد الخامس بيظهر فيه بوابة الرقص، بيظهر فيه لقد حدث بالفعل، رحمة، اتصل وتواصل، اعلى، روح. بعد المصير هنا بيظهر في ان خلال احداث شهر 12 وتحديدا في نهاية الشهر بتشعروا بالسعادة في العلاقة العاطفية الجديدة اللي بتكونوا موجودين فيها يا مواليد برج الاسد، وبتكون بداية هذه العلاقة او بداية تعمقها. شايف ان العلاقة دي هتتطور لمستويات اعلى كتير، قد تصل الى ترسيم وزواج في معظم الحالات عندكم، وشايف ان العلاقة دي فيها يعني زي اسلوب جيد من الشريك او حب او عطف او اسلوب جميل منه، اسلوب رحيم بيكو، اسلوب فيه مودة، وشايف كمان ان في نفس الوقت بيكون فيه كيمياء مشتركة ما بينكم، وبيكون فيه اهتمامات مشتركة، وبيكون فيه حاجات بتحبوا تتكلموا فيها وتشعركم بالسعادة.
كده خلصنا الاوريكل، نشوف الفنجان. بسم الله. بسم الله. الحالة النفسية عندكم يا مواليد برج الأسد مش شايف إن هي سيئة، بالعكس شايف إن في حدث واحد ممكن يحصل يضايقكم في بداية الشهر، ولكن بعد كده الأمور هتتحسن. شايف دخولكم في علاقة عاطفية مع حد بالفعل مراقبكم ومركز معاكم، وبالفعل ممكن تكون العلاقة دي ناشئة عندكم بس انتوا لسه ما فيهاش تعبير عن المشاعر. شايف استجابة أمنيتين ليكم يا مواليد برج الأسد، وشايف فترة خالية من الهموم تماما وفيها انتهاء لكافة الأشياء اللي بتضايقكم أو بتزعجكم على الصعيد المالي. عندكم وصول لهدف انتوا كنتوا عايزينه، وفي زي هدية قادمة ليكم، يعني في هدية جاية لكم يا مواليد برج الأسد، الهدية دي قيمة. وشايف اتضاح الرؤية، الرؤية بتتضح ليكو عن اشياء كتير انتوا كنتوا بتعانوا منها، وفي استجابة اكتر من امنية لدرجة ان كنتوا هتبكوا من سرعة ما الامور بتتحسن عندكو. شايف ترسيم في العلاقات، شايف دخول في علاقة عاطفية، شايف حد بيحاول يقرب منكو وبيحاول يعمل لكم كل اللي انتوا عايزينه. شايف دخولكم في علاقة، العلاقة دي بتكون بالنسبة ليكو يعني فيها عوض عن فترة طويلة من الحزن والتعب، وفيها بداية بقى حب الحياة والتمسك بالحياة واستعادة شغف الحياة من الجديد. وعندكم توقيع ورق هام جدا في نهاية الشهر. اتمنى تكون القراءة عجبتكم يا مواليد برج الاسد. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يصلكم التوقعات الشهرية والاسبوعية واليومية لبرجكم، والحجز قراءة خاصة هتلاقوا رقم واتساب في صندوق الوصف. شكرا ليكم، السلام عليكم.